شارك مع الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه وزير الخارجيه وسعاده الفريق الركن يوسف بن احمد الجلهمه وزير شؤون الدفاع شارك في اجتماع التحالف الدولي لمحاربه التنظيم داعش الارهابي والذي عقد بمقر وزاره خارجيه الولايات المتحده الامريكيه بواشنطن اليوم حيث تم استعراض جهود التحالف في مكافحه تنظيم داعش على الاصعده كافه وبحث سبل تطوير هذه الجهود بما يكفل القضاء على التنظيم الارهابي واكد مع وزير الخارجيه في كلمته حرص مملكه البحرين على المشاركه في هذا الاجتماع المهم الذي يناقش واحده من اخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي باسره والمتمثله في ظاهره الارهاب بكافه ابعادها وتداعياتها وصورها مشددا مع عليه على ان تحقيق الامن والسلم في العراق وسوريا مرهون ليس فقط بالقضايا على داعش وانما على كافه المجموعات الارهابيه والتي لا تشكل خطرا على هذين البلدين فحسب وانما على جميع دول العالم التي بدات تستشعر خطر امتداد الارهاب اليها وما يفرضه ذلك من ضروره التصدي لجميع اشكال التطرف والعنف والارهاب من خلال العمل الجماعي المنظم والفعال للتخلص من هذه التنظيمات التي تعادي الحضاره والانسانيه وتتخذ من القتل والارهاب اسلوبا لترويع الامنين وحصد ارواح الابرياء في كل مكان ودون تفرقه او تمييز هو حذر معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه من الدور الهدام الذي تقوم به ايران في سوريا من خلال ارسال قوات من الحرس الثوري الايراني للقتال، وما تقدمه من دعم واضح للجرائم الارهابيه التي يرتكبها حزب الله، مطالبا معاليه بضروره العمل على عدم تمكين ايران من ملء الفراغ الذي سيحدث فور هزيمه داعش. واشار معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه الى اهميه المراجعه الدوريه والتقييم المستمر لجهود التحالف في محاربه داعش وتبادل وجهات النظر حول السبل التي من شانها تطوير وتقويه هذه الجهود على الاصعده كافه من اجل دحر داعش والتنظيمات الارهابيه الاخرى وتجفيف منابع تمويلها ووضع حد لممارساتها الوحشيه التي لا تمت للدين وللانسانيه بصله. ما يسهم بالنهاية في استتباب الأمن والسلم الإقليمي والدولي وزيادة آمال الشعوب في التنمية والرخاء